حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج اكتشف موهبتك. اليوم عملنا جدا جميل وبسيط وبنفس الوقت سريع، راح يكون تحت عنوان نايلون التغليف والألوان. تابعوا معي راح تشوفون شيء يسركم إن شاء الله. الأدوات المستخدمة في عمل الفني الخاص بنايلون الحماية والألوان، راح نحتاج مجموعة لونية ألوان وتكون ألوان مختلفة مو لون واحد بس، وطبعا نايلون الحماية الخاص في الأكل الخفيف، وأي قطعة فنية عندكم صينية قديمة فازة أي إن كان. بداية كخطوة أولى راح نبدي توزيع الألوان بهذه الطريقة. ناخذ اللون الأصفر ونضيف لون بنفسجي. الحين ناخذ الرول ونفتحه بهذه الطريقة ونغلف هذه الطريقة ونوزع بإيدنا المجموعة اللونية. عن طريق استخدام النايلون نحاول ندخل الألوان مع بعض. نرفع النايلون عزيزي المشاهد، راح يطلع لنا بهذا الشكل وهذه الألوان. الخطوة الثانية معاكم في تلوين الأطراف الداخلية والخارجية للصينية اللي أمامنا. والحين نبدي معاكم في اختيار لون خاص في الأجزاء الداخلية والخارجية للصينية. اختار اللون الأزرق، كل الموارد الموجودة داخل البيت لو الواحد يفكر شلون يستخدمها ويستغلها لعمل فني أو أي عمل آخر، راح يطلع شيء جدا بسيط وحلو بنفس الوقت. فأتمنى الكل يستفيد من الموارد اللي عنده في البيت. خذ الجزء الثاني،
في البداية لما حطينا الألوان، أي شخص يحب يزيد كمية الألوان يقدر يزيدها على حسب اختيارك. نبدي في الوجه الأخير كما أنتم شايفين أعزائي المشاهدين، هذا الوجه الأخير نصبغه. هذا الشكل راح نستخدم اللون الأبيض، شيء بسيط، نعطي بعض التتشات اللون الأبيض. هذه الطريقة الجزء الثاني. نروح للجزء الآخر. الجزء الأخير الخطوة الأخيرة وهي التذهيب بزبدة الذهب ببعض الأطراف. عشان يبرز لنا النواحي الجمالية. كذي عزيزي المشاهد انتهى العمل، وكان عمل جدا بسيط وسهل وسريع. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة مع برنامج اكتشف موهبتك. مع السلامة.